بروفا مسرحية لفرقة مسرح المحجور، مشاهد يرغب هؤلاء الممثلون من خلالها تجسيد الاضطهاد والقهر أو الحجرة بالدارجة المغربية. إنه نوع من المسرح السياسي يهدف إلى إدماج الجمهور وتدريبه على كسر قيود الخوف والاستبداد، أسلوب احتجاج جديد وامتداد لحراك عرفه الشارع المغربي قبل 5 سنوات. بعد سنة من مرور حركة 20 فبراير، فكنا كنبحثوا عن بدائل أخرى للاستمرار في العمل مع الناس. فهذه النقاشات خرج منها فكرة لما لا نعملوا فرقة مسرحية مختصة في العمل الاجتماعي ومختصة في العمل الفني الذي يعانق هموم الناس. 20 فبراير 2011، حراك شعبي لم يشهده المغرب من قبل، استلهاماً بالثورتين التونسية والمصرية. المحتجون يطالبون بالعدالة الاجتماعية مثلاً، بالقضاء على الفساد أو بتغيير الدستور، مطالب تجاوزت حينها سقف برامج الأحزاب السياسية. لكن السلطات تستبق الحراك حينها وتقوم بتغيير الدستور وبإجراء انتخابات مبكرة وصفت أنذاك بالنزيهة. إصلاحات أدت إلى تخفيف حدة الاحتجاج، لكن روح 20 فبراير بقيت. حركة 20 فبراير شكلت ولا زالت تشكل الأمل الديمقراطي للشعب المغربي. حركة 20 فبراير استطاعت أن تكسر حاجز الخوف، استطاعت أن تؤسس لنضال شعبي جماهيري جديد من أجل إقرار الديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة والحرية والمساواة. أمور ما زال يحلم بها هؤلاء الشباب في فرقة مسرح المحجور، فالمواضيع التي تتناولها الفرقة في عروضها غير بعيدة عن مطالب حركة 20 فبراير، وهي مواضيع لم يكن بالسهل معالجتها قبل ذلك حتى في إطار مسرحي.